اهلا حبيباتي، مرحبا بكم في قناتكم. نتمنى تكونوا كامل بخير. جبت لكم اليوم وصفة تاع بيتزا كوفير هايلة، خفيفة وبنينة ورائعة. رايحة نعطيكم الوصفة تاع العجينة على السريع. الفيديو الجاية ان شاء الله رايحة نعطيكم وصفة العجينة وحدها، ندير لها فيديو وحدها ونخليها لكم في مع الفيديو، باش لما تحتاجوها تروحوا لها مباشره. دونك رايحه نعطيكم المقادير تاعها. هذه عجينتي معتمدتها صافي ديزاني منذ سنوات ورائعه. ما كاين عجينه عطيتها لكم نفس الطريقه ونفس المقادير، ولكن هذه ضيفوا لها حبه البيض كيما العجينه الاخرى تاع البيتزا اللي عطيتها لكم، تاع الميني بيتزا، واللي درت لكم بها الميني باغيت. شفتوا العجينه مذهله. ورايحة دوكا نعطيكم هذه، جربت ضفت لها حبة بيض نفس العجينة. قلت لكم انا نجرب بزاف، ضفت لها حبة بيض عطتني نتيجة رائعة رائعة بالبزاف. دونك نفس العجينة وزود لها حبة بيض. رايحة نعطيها لكم بسرعة. رطة الفارينة تجي ربع كيسان ونص، الرابع الخامس فوق النص بشوية، يعني تاع 240 مليلتر. هي رطة الفارينة مغرفة صغيرة، خميرة الحلويات مغرفة كبيرة، خميرة الخبز، كاس تاع لاتاي صغير، الزيت يعبر 5 مغارف كبار، وثلث مغارف حليب بودرة اللي هي لحظة، ومغرفة كبيرة سكر، ونلمو بالماء دافي في العجان، ندلكوها لمدة 10 دقائق، 8 حتى 10 دقائق. عن طريق اليد نضربوا السوائل، نحطوا العجينة تاعنا، نحطوا كلش فيها ونخلطوها باليد ونديروا لها شغل غير هكذا غير هكذا، نديو ردو باليد، ما ندلكوهاش هكذا، نلموها شغل نعجنوها هكذا على السريع باليد لمده 5 دقائق. نديروها في وعاء مدهون وخلوها تخمر ونستعملوها. هذه هي العجينه راهي واجده. عندنا كميه من اللحم المرحي. شوفوا طريقه الحشو، قلت لكم هذه بيتزا كوفير رايحه نحشيها مغلوقه مبلعه، ونحشيها الحشوه اللي حبيتوها. انا حضرت صلصه الطماطم، شويه زيت، درت 2 مغارف زيت زيتون ومغرفه زيت. وانتم حبيتوا ديروا زيت ديروا، انا مرات ندير زيت زيتون مرات ندير زيت، كل مره ونبدل. ورابيت شويه طماطم، ولما غلات ضفت لها سنه ثوم، شويه فلفل كحل، شويه ملح. هذه هي ما ميكسيتهاش البيتزا كوفير، نحب الصلصه تاعها هكذا، ما نحبهاش يعني ملساء، نحبها هكذا تجي رائعه. عندنا حبه صفار بيضاء للوش باش نطلو، عندنا كميه من الجبن حبات هكذا رايحين نديروه قطع، وعندنا كميه من الشيدار نديروه في الحشوه الداخل، تجي البيتزا تاعنا تتكسل وبنه رائعه. وعندنا كميه من اللحم المفروم، درت شويه زبده وشويه زيت، ودرت اللحم تاعي وضفت اللحم تاعي وضفت له ملح وفلفل كحل، ودرت ربع كيما نقولوا مغرفه كبيره تاع بصل مرحي، مغرفه كبيره بصل مرحي مقطع، قطعته هكذا بالموس وضفتها له. ولكن مع الاول لما تضيفوا اللحم مباشره ضيفوا له البصل، وراكم تقلوا فيه تقلوا فيه حتى يدي اللون هذا شويه، تروح له هذيك ينشف من الماء تاعو ويبدا تشوفوه قرب يصفر طفيو عليه. راه واجد رايحه نوجد معكم، عفوا رايحه نحل العجينه تاعي ونوجدها معكم. استناو هنا كيما راكم تشوفوا خواتاتي، حليت العجينه بالغولو، ما حاولتش باش نحلها مدوره كيما العجينه العاديه اللي نديروها نورمال ماشي مغلوقه نبلعوها بيتزا كوفير. دونك رايحه نحط نحاول نشكل دائره. انا عندي هنا حبيت نديرها شويه كبيره باش ندير 2 على ضربه، ما نضلش ندير ونعاود ندير ونعاود 3 ولا 4، يعني يجوا شويه صغار ما تكفيش للعائله. دونك راني رايحه حطيت السنيوه تاعي هذه على حساب العجينه، ورايحه نجوز بالقطاعه البيتزا. نحاول ندير نفس على حساب العجينه كما راكم تشوفوا، رايحه نقطع العجينه تاعي على حساب السنيوه تاعي ونحشيها ونكمل معكم الطريقه. فوالا كيما راكم تشوفوا خواتاتي، شوفوا العجينه ما شاء الله، والملمس تاعها رائع. هي كيما العجينه الاولى اللي عطيتها لكم، برك قلت لكم زدت لها حبه بيض وعطاتني نفس الملمس، شوفوا ما شاء الله. دونك هنايا ترفدوها كيما راهي هكذا، ترفدوها وتحطوها في السنيوه اللي رايحين تدخلوها للفور وتحشوها وهي في السنيوه.
بويسك ما تقدوش تهزوها وهي محشيه. دونك انا رايحه نرفدها نحطها في السنيوه ونحشيها ونوريها لكم قبل ما نغلقها. ومن بعد لما نحشيها لما نحطها في السنيوه ونضع فوقها الحشو رايحه نغلقها بوحده ثانيه نفس القياس. ولما نجي نغلقها بالعجينه الثانيه نطلي الحواش هنايا ببياض بيضه، بياض بيضه نضربوه شويه باش يتجانس هذاك تاع البياض البيض باش تلصق لنا، ولا نديرو شويه ماء عادي ونغلقوها مليح بصبحتينا، ولا نديرو انا نفضل ندير بياض البيض وهي نفس النتيجه. وكنا نحطوا الدائره الثانيه فوقها لما نحشوها نديرو ثقب بواسطه كيغدون عود الاسنان، غير هكذا ثقب صغير باش نتفاداو فتح العجينه من الجوانب، وتاني البخار يتنفس وطيب لنا العجينه من الداخل ومن الفوق. هذه هي هايلك العجينه خواتاتي. من بعد ما حطيتها في المول تاعنا رايحه نتقبوها بالفرشات بالفرشيطه باش نتفاداو تاني تتنفس وما تتفتحش تاني العجينه وما تقعد لناش خضره. انا هذه على اساس خدمتها، قلت لكم ما جربت شوفوا في وقت قصير درت بها عده وصفات، برك ما قدرتش ندير لكم دي فيديو، راه مازال الوقت ان شاء الله وندير لكم دي فيديو ان شاء الله على العجينه هذه واش نزيد نخدم بها. كما راكم تشوفوا خواتاتي ضفت لها صلصه الطماطم، شوفوا ما شاء الله، وقطع من الجبن، وضفت لها شويه زيتون. هنا حوست على الزيتون تاع الطياب دي نوايوتي، ما لقيتش معليش هذا تاع الحبه بنتو تاني رائعه وماشي مر حلو، قطعته غير بالموس. ورايحه نضيف اللحم المرحي والشيطه كما راكم تشوفوا خواتاتي، زدت اللحم المرحي رايحه نضيف الشيطه رابي كما راكم تشوفوا. فوالا دونك رايحه نغلقها بالعجينه اللي نحطوها فوقها اللي نغلقوها بها. البنات البيتزا تاعنا هاي واجده، البيتزا كوفير من بعد ما قطعتها، شوفوا ما شاء الله، شوفوا الحشوه، لو كان تشوفوا الخفه تاعها والله قطن قطن وخفيفه، وتاكلوا ما تاكلوا ما تشبعوش منها. شوفوا 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 الحشوه ما شاء الله، يعني ما تكون عائله صغيره وديروها عفوا وديروها ما تنشبعش، راهي خفيفه تاكلوا ما تشبعوش منها. شوفوا هنايا الحشوه راهي كما راكم تشوفوا البنات. برك نوصيكم حاجه، كي تجو تغلقوها لازم تسيريو بيان هنايا، تزيروا هنايا العجينه مليح باش ما تتفتح لكمش، ديروا بياض البيض وعبزوا عليها بصباحتكم وما توصلوش الحشو حتى لهنايا حتى للحافه تاع، لازم يكون هنايا تخلو قد صباع هكذا باش لما تجو تغلقوا عليها ما تتلاقاوش مع الحشو وتبدا تخرج لكم الصلصه وما تخليكمش تغلقوا العجينه. هذه عن تجربه، راني درتها دو فوا قلت لكم كيما جربت هذه الوصفه، راني ودرت مع العجينه اللي بقات لي درت بيتزا عاديه رايحه نوريها لكم. شوفوا جات رائعه، روعه روعه روعه، وقطن والله العظيم جات خير من تاع برا مليار مره، رايحه نوريها لكم. هاي لك خواتاتي العجينه، عفوا البيتزا اللي درتها، شوفوا تحكموا مورسو منها وتعمل عجينه وديروا تحكموا سنيوه. انا هذه قلت لكم راهي عندي شحال راني في سنين معاها، وزدت لها حبابيط في عوض عوض العجينه الاخرى، هما في زوج نتائج رائعه. التجارب الاخرى راكم جربتوها وشتوها، العجائن تاعي كلها رائعه. تحكموا سنيوه ديروا لها شويه زيت، ما ديروش الفرينه، سنيوه انا عندي سنيوات سبيسيال تاع البيتزا راح نوريهم لكم. هاي لك سنيوه خواتاتي، راني عاده كيما قلحت البيتزا، شوفوا راهم يجوا فيهم الالوان من تحت، هذه لونها وردي ونوع تيفال، والله العظيم الطياب تاعهم ما شاء الله، والبيتزا تاعهم تخرج طوب. شوفوا العجينه وشوفوا كان شوفوا راها وحدها تتفتت، شوفوا هذو الجوانب شويه غير شويه يتقرمشوا، حنا نحبوها هكذا، جربوها وتشوفوا. ومننا كيما راكم تشوفوا قطن قطن رائعه والله ما تشبعوا منها، وخير من تاع براش على 1000 مره. نتمنى تجربوها
وتقولوا لي وكتبوا لي في التعليقات. راهي عجينه روعه هذه هي. نقول لكم اخواتاتي تهلاو في رواحكم وديروا لي جيم لا فيديو، وما تنساو تجربوا هذه العجينه وتشوفوا رايحين تنبهروا بالنتيجه تاعها. خفيفه خفيفه وتتفتت وما شاء الله، حتى البيبي لو عنده كيما نقولوا 6 شهور 9 شهور عام يقضي ياكلها. هي قطنيه وطريه وكيما نقولوا ما تضر ما توجع ما والو، خاصه لدينا في العجينه زيت الزيتون. نقول لكم اخواتاتي تهلاو في رواحكم وبقاو على خير، وديروا لي جيم لا فيديو، ديروا لايك، ما تنساوليش اللايك ودعموا لي القناه. وراني ان شاء الله فيديو جايه رايحه ندير لكم وصفات اخرى ان شاء الله. برك ان شاء الله الواحد يكون بصحته ونهبط لكم ان شاء الله. راني نحاول ندير المجهود تاعي باش نهبط لكم كل يوم فيديو. هذه هي، بقاو على خير ونتهلاو في رواحكم. بيزو، نحبكم. راني نمد لكم كاع اسرار الطبخ تاعي. مع السلامه.